بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين وأكرم خلق الله أجمعين، ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أمين. وبعد، أعزائي طلاب الصف الحادي عشر علمي، يسعدنا أن نتواصل معكم ودروس مادة الأحياء الفصل الدراسي الثاني. بدأنا معا في الحصة الماضية الفصل الثالث، ودرسنا الدرس الأول وهو التنفس الخلوي. اليوم موعدنا مع الدرس رقم 2 في الفصل الثالث، وهو بعنوان الجهاز التنفسي. ويبقى بقي لنا في هذا الفصل درس واحد فقط، وهو الجهاز الدوري. أما صحة الجهاز التنفسي وصحة الجهاز الدوري فدي دروس معلقة كما اتفقنا من قبل. وكالعادة نبدأ السؤال: ما هي الأهداف اللي احنا عايزين نتعلمها من هذا الدرس؟ أول حاجة يعني نعرف يعني إيه معنى التنفس، نوضح معنى التنفس. الحاجة الثانية نفسر الآليات المنظمة للتنفس. الأمر الآخر نحدد أجزاء الجهاز التنفسي ووظيفة كل جزء، ثم نفسر كيفية قياس الأحجام الرئوية ومدلولها. يعني معظم معنى التنفس والجهاز التنفسي قد يكون مرنا عليه قبل كده في المتوسط وفي الابتدائي، لكن هتلاقي فيه مفاهيم جديدة بتتعلمها منها الأحجام الرئوية. نشوف بقى مع بعض كده سؤال كده سريع، يعني يا ترى ايه الوظيفة الرئيسية للجهاز التنفسي؟ ايوه نسمع كده. في واحد يقول دخول الاكسجين وخروج ثاني اكسيد الكربون والحصول على الطاقة. ايوه، طب ازاي التنفس ده بيحدث؟ بنسمع عن الشهيق والزفير، الآلية بتاعته ايه؟ لما تتابع معانا الدرس ده ان شاء الله هتقدر تجاوب على مثل هذه الأسئلة بإذن الله تعالى. لكن تعالوا نشوف هندرس ايه مع بعض في هذا الدرس. هناخد الأول تبادل الغازات في الكائنات الحية، ثم ندرس الجهاز التنفسي ومكوناته، ثم نتكلم عن عملية التنفس، ثم الأحجام الرئوية، وبعدين ضبط التنفس، وأخيرا تبادل الغازي في الرئتين وبين الدم والخلايا. هنشوف إن شاء الله كيف يتم هذا. دي صورة كده بتوضح لك أول حاجة الجهاز التنفسي. فأنا عندنا على اليمين موجود هنا ده الجهاز التنفسي اهوت، ودي الرئتين. نشوفه كده من الاول، بيدخل الهواء اهو من الانف بالعوم، وبعدين القصبه الهوائيه يتفرع يروح للرئتين. الرئتين زي ما نشوف تركيبهم كمان شويه مملوئين بحاجه اسمها الحويصلات الهوائيه. الصوره اللي على اليسار دي مجسم بيوضح لك الرئتين اهوت، ودي القصبه الهوائيه في النص اهي، واللي فوق دي الحنجره، تمام. والعضلة اللي واضحة تحت ديت هي اسمها عضلة الحجاب الحاجز. طيب تعالوا بقى مع بعض نشوف تبادل الغازات عند المخلوقات الحية. طبعا احنا عندنا الكائنات الحية كلها بتعتمد على التنفس الخلوي للحصول على على الطاقة. واحنا قلنا التنفس الخلوي حاجتين، قد يكون هوائي وقد يكون لا هوائي. الأكثر كفاءة هو التنفس الهوائي زي ما اتفقنا، لأن بنحصل منه على 38 ATP، بينما التنفس الهوائي بيعطينا 2 ATP، وده بتلجأ ليه خلايا الحيوانات أو العضلات في حالة اضطرت إلى ذلك. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، إحنا كل المخلوقات الحية بتأخذ أكسجين وتطرد ثاني أكسيد الكربون حتى النبات. طب لماذا تظل نسبة الأكسجين ثابتة عند 21% في الهواء؟ ونسبة ثاني أكسيد الكربون أيضا ثابتة عند 3%. المفترض أن الأكسجين يقل. ليه؟ للاستهلاك المستمر. ونسبة ثاني أكسيد الكربون تزيد. ليه؟ للإنتاج المستمر. لأن في عندنا النبات بيقوم بعملية تانية أخرى معاكسة ومكملة للحياة. الاتنين دول مهمين جدا، عملية التنفس وعملية البناء الضوئي. النواتج بتاع التنفس اللي هي ثاني أكسيد الكربون والمية بيعطي بخار الماء، يعني بتعتبر مواد أساسية للقيام بعملية البناء الضوئي. ونواتج البناء الضوئي اللي هي الأكسجين والجلوكوز مواد أساسية لحياة المخلوقات الحية. فالاثنين دول عمليتين متبادلتين، وعارفين إن عملية البناء الضوئي بتاعته في البلاستيدات الخضراء وتقوم بها النباتات الخضراء. عملية التنفس دي بتحدث في المية الميتوكوندرية وبتقوم بها جميع المخلوقات الحية حتى النبات. تمام، ده السبب في ان هذه العمليات موجوده، او ان الاكسجين نسبته ثابته ونسبه ثاني اكسيد الكربون ايضا ثابته. طيب بالنسبه بقى للجهاز التنفسي،
ده بيتكون من ايه؟ ايوه، اول حاجه هتقابلنا في الجهاز التنفسي هي نعرف يعني ايه الاول معنى التنفس، تمام، العمليه التي يحصل من خلالها الجسم على غاز الاكسجين ويتخلص من ثاني اكسيد الكربون، وتحدث على ثلاث مستويات. اول مستوى الاكسجين لما بيدخل يا شباب من الرئتين، من الانف للقصبه الهوائيه للرئتين، وبعدين يروح للحويصلات الهوائيه، يحدث تبادل بين الحويصلات والدم. الحويصلات تعطي الدم اكسجين وتاخد من الدم ثاني اكسيد الكربون، ده بنسميه تنفس خارجي. بعد كده ده طبعا الدور الكبير فيه للجهاز التنفسي. بعد كده الدم ياخد الاكسجين ويوصله للخلايا، يعطي خلايا اكسجين وياخد منها ثاني اكسيد الكربون، ده نسميه تنفس داخلي، والدور الاكبر فيه للجهاز الدوري. ثم الخلايا تقوم بتكسير الطعام والجلوكوز الموجود في الداخل بواسطة الأكسجين للحصول على الطاقة، ده هنسميه تنفس خلوي. يبقى إذا مستويات التنفس معانا، أيوة، أول واحد أحسنت، التنفس الخلوي اللي هو تكسير الطعام للحصول على الطاقة، حصول الخلايا على الطاقة من تأكسد الجلوكوز، ده داخل الإيه؟ الخلايا. طيب التنفس الداخلي اللي هو التبادل اللي بين الدم وخلايا الجسم، حيث الدم يعطي الخلايا اكسجين وياخذ منها ثاني اكسيد الكربون، وهنشوف الاليه دي في الاخر ان شاء الله. والتنفس الهواء الخارجي اللي هو بين الحويصلات الهوائيه والدم. يبقى تبادل الغازات بين الحويصلات الهوائيه والدم ده نسميه تنفس خارجي. دول بنسميهم مستويات التنفس. طيب يا ترى بقى الجهاز التنفسي بيشتغل ازاي وبتركب من ايه؟ طبعا احنا عارفين التركيب بتاعه، ركب من الانف، بالعوم، حنجره، قصبه هوائيه، شعب رئويه، ورئتان. وبنلاقي الممرات التنفسية فيها أغشية مخاطية ذات أهداب بتفرز مادة مخاطية، ليه؟ قال لي هذه المادة المخاطية تلتقط الأتربة وتلتقط الجراثيم وتخرجها في صورة بلغم، بعد كده هذا البلغم بيخرج خارج الجسم أو يروح للجهاز الهضمي ويتم قتل الميكروبات فيه. هذا الجهاز التنفسي يا شباب زي ما احنا شايفينه قدامنا في الصورة على اليسار. دي الحويصلات الهوائية، هذا القصبة الهوائية اهي تتفرع للشعب الرئويه شعبتين، كل شعبه تتفرع لفروع اصغر فاصغر فاصغر، تنتهي ب حاجه اسمها الحويصلات الهوائيه، ودي دقيقه جدا اللي قدامنا ديت، وسمكها خليه واحده وبيتم فيها، بتعتبر السطح الرئيسي للتنفس. تعال نشوف كل جزء من الجهاز التنفسي معانا مع بعض. اول جزء معانا في الجهاز التنفسي هيكون مين؟ احسنت، الانف. ده بيعتبر أول ممر من ممرات الجهاز التنفسي، أول ممر لدخول الهواء، ده ربنا سبحانه وتعالى عمله مخصوص لدخول الهواء، ولذلك هتلاقي فيه شعيرات دموية لتدفئة الهواء، هتلاقي فيه مخاط لترطيب الهواء، هتلاقي فيه شعيرات لتنقية الهواء، فالهواء اللي بيدخل من الأنف بيكون هواء دافي رطب نقي، ولذلك يفضل التنفس من الأنف. علل، لأن الهواء بيدخل منه إيه؟ نقي رطب ودافئ مناسب للرئتين، لا يزعجها ولا يقلقها ولا يصيبها بشيء. الانف بقى بعد كده بوصل لمين؟ للبلعوم. الله، طب البلعوم يا استاذ احنا خدناه في الايه؟ في الجهاز الهضمي. ما هو بقول لك هو هنا ايضا هو مجرى مشترك يوصل لكل من المريء والقصبه الايه؟ الهوائيه. وبعد كده بنوصل الى الحنجره. بالنسبه للحنجره دي اعلى القصبه الهوائيه، ودي بيسموها صندوق الصوت، فيها الحبال الصوتية اللي مسؤولة عن إحداث الصوت، وموجود عند مدخلها لسان المزمار اللي قلنا عليه واحنا بنتكلم في الجهاز الهضمي الذي يمنع دخول الطعام للقصبة الهوائية. طيب بعد كده القصبة الهوائية، القصبة الهوائية هي الممر الرئيسي للرئتين، ومطلوب انها تبقى مفتوحة باستمرار عشان الهواء يدخل ولا تغلق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا فيها دعامه من الغضاريف. هذه الدعامه من الغضاريف بتساعد على ان هذه القصبه تظل مفتوحه. ما يجي يقول لعلل القصبه الهوائيه مزوده بحلقات غضروفيه، هقول الاجابه لتظل مفتوحه على الدوام. ولكن هذه الحلقات الغضروفيه ليست كامله الاستداره، وانما على شكل حرف سي. ليه؟ ايوه، علل، لتسمح للمريء بالتمدد خلفها. بعد كده بقى القصبة الهوائية بتفرع لشعب الرئوية اللي بتتفرع إلى شعب أصغر فأصغر فأصغر في داخل الرئتين.
الرئتين عندنا عدة فصوص بتتفرع داخلها الشعب الرئوية وتنتهي بحاجة اسمها الحويصلات الهوائية. الحويصلات الهوائية هي السطح الرئيسي لتبادل الغازات. هذا الشكل قدامنا اهو، هنا الممر الأنفي، وهنا قلب العوم، وهنا الحنجرة، دي الشعبة أو القصبة الهوائية، ودي الشعب الرئوية، دول الرئتين هم، هذه هي الحويصلات الهوائية. كل رئة تقريبا فيها حوالي 750 ألف من الحويصلات الهوائية. طيب ازاي بقى بيحدث؟ احنا لما نيجي ناكل يا شباب بنستخدم اليد، بنستخدم المعلقة لإدخال الطعام. طب بالنسبة للهواء هل بنستخدم حاجة من دي؟ لا. امال كيف يدخل الهواء؟ تعال نشوف آلية الشهيق وآلية الايه؟ الزفير. قال لي في عندنا العضلة اللي انا قلت لكم قبل كده، عضلة الحجاب الحاجز الموجودة أسفل الرئتين، تلعب دور مهم جدا في عملية تبادل الايه؟ الغازات، أو عملية الشهيق والزفير. طيب الحجاب الحاجز بقى فيقول لي فيه لما نيجي ناخد نفس هنلاحظ ان الضلوع بترتفع لاعلى، العضلات اللي بين الضلوع تنقبض تقوم تاخد الضلوع لاعلى، وعضله الحجاب الحاجز تنقبض تقوم تهبط لاسفل، وبناء عليه التجويف يتسع فالحجم يزيد فالضغط يقل فيندفع الهواء من الخارج الى الداخل. اهو هذا الشهيق. عكسه الزفير، ترتخي العضلات الموجودة في الضلوع فتهبط لأسفل، ترتخي عضلة الحجاب الحاجز فتعود لأعلى، التجويف الصدري يضيق فيزيد الضغط فيخرج الهواء من الداخل إلى الخارج. هذه آلية الشهيق والزفير دون الحاجة بقى لأننا نستخدم اليد أو نستخدم أي وسيلة لدخول الهواء، لا، عن طريق فرق الضغط بيدخل الهواء أو يخرج، يدخل في عملية الشهيق ويخرج في عملية الإيه؟ الزفير. معدل التنفس الطبيعي للإنسان من 12 ل 18، وإن كان بيختلف حسب الجنس من الرجل والمرأة، بيختلف من الصغير للكبير، لو بتبذل مجهود أكيد معدل التنفس هيزيد. تعالوا نشوف صورة توضح لنا هذا الكلام. هذه الصورة قدامنا يا شباب، على اليمين اللي هي الصورة ديت تجد الحجاب الحاجز لأعلى، يبقى دي حالة الإيه؟ حالة الزفير، لكن في على اليسار الحجاب الحاجز لأسفل، فبيعمل توسعة للتجويف الصدري لأن الضلوع بتطلع لأعلى. فبنجد دي اسمها حالة الايه؟ الشهيق. يبقى لما يكون الحجاب الحاجز مرتفع لاعلى ده اثناء الزفير، منخفض لاسفل ده اثناء الايه؟ الشهيق. نشوف صورة متحركة توضح لنا الشهيق والزفير أكتر من كده. نشوف الصورة اللي على اليسار قدامنا اهي، هنا اثناء دخول الهواء اهو دخل مال الرئتين على طول الحجاب الحاجز ده ينزل بقى لاسفل، طالما في اثناء الشهيق هينزل لايه؟ لاسفل. طب بتاع الزفير طلع تاني لايه؟ لاعلى. هنا نفس الكلام على الشهيق، ده نازل لاسفل يبقى الشهيق، يطلع لاعلى يبقى الايه؟ الزفير. مهم جدا موضوع عضله الحجاب الحاجز دي، ان بيجي في اسئله وضعها في اثناء الشهيق واثناء الزفير. في اثناء الشهيق تنقبض وتهبط لاسفل، في اثناء الزفير ترتخي او تنبسط وتصعد لاعلى. بعد ذلك ننتقل الى الكلام حول الأحجام الرئوية. في عندنا ممكن نقيس الأحجام الهواء اللي داخل جوه بجهاز اللي قدامنا ده اسمه مقياس التنفس. الأحجام الرئوية اللي عندنا عبارة عن إيه؟ قال لي كالتالي. أول حجم معانا الهواء العادي اللي بيدخل أثناء الشهيق والزفير العادي. يعني الواحد وهو قاعد فترة الراحة بيدخل شهيق ويخرج زفير. قال لي هذا الحجم الهواء اللي بيدخل ويخرج أثناء الشهيق والزفير العادي بسميه الحجم الجاري، وده قدره حوالي نص لتر تقريبا. طيب لو انا خدت شهيق متعمد بسميه الحجم الاحتياطي الشهيقي، وده بيقدر من 2.5 ل 3 لتر. طب لو خدت زفير متعمد بيسموه الحجم الاحتياطي الزفيري، وده بيقدر من 1 ل 1.5 لتر. التلاتة مع بعض يا شباب اللي هو الحجم الجاري والحجم الشهيق الاحتياطي والحجم الاحتياطي الزفيري، ده بسميه السعة الحيوية. لكن في مجموعة تانية من الهواء موجودة في الرئة باستمرار، ايوه، اسمها الحجم الايه؟ المتبقي. ده بيقدر، ده لا يطرد، وده اللي بيحافظ على ان الرئه تظل مفتوحه باستمرار حوالي 1.2 لتر. الحجم الجاري والحجم الشهيقي والحجم الزفيري الاحتياطي، ثلاثه دول بسميهم السعه الحيويه. لو ضفت عليهم الحجم المتبقي او هواء الاحتفاظ بتاع الرئه هسميه السعه الاجماليه او الكليه. يبقى السعه الحيويه اهي مجموع الهواء الجاري والاحتياط الشهيقي والاحتياطي الزفير، ويقدر من 4.5 ل 5 لتر. لو ضفنا على السعه الحيويه حجم المتبقي فاحنا بنتكلم في السعه الاجماليه اللي بتقدر حوالي 6 لتر. هذا المخطط اللي بيوضح هذا الكلام.
هنا نشوف كده صورة أكبر له أهو، أداء الحجم الجاري من 2.5 ل 3 يعني حوالي نص إيه لتر. الحجم الشهيقي من 3 ل 6 يعني حوالي 3 لتر تقريبا أهو. الحجم الزفيري من 2.5 ل 1.5 يعني حوالي من 1 ل 1.5 لتر تقريبا. اللي تحت ده من 0 ل 1.5 ده الحجم المتبقي اللي هو هواء الاحتفاظ اللي موجود في الرئة باستمرار، وده اللي بيحافظ على انتفاخ. لو خدنا الثلاثة دول مع بعض، الحجم الاحتياطي والحجم الجاري والحجم الزفيري، هنجد ان الثلاثة مع بعض بيسموا الساعة الايه؟ الحيوية. لو ضفت عليهم الحجم المتبقي هيديني الساعة الرئوية الكلية. فتخلي بالنا من هذه المصطلحات عشان بيجي لك في الاختبار مجموع الحجم الجاري والحجم الشهيقي الاحتياطي والحجم الزفيري الاحتياطي بسميه ايه؟ الساعة الحيوية. طيب الساعة الحيوية مع الحجم المتبقي بسميه ايه؟ الساعة الرئوية الكلية. طب حجم الهواء اثناء شهيق وزفير عادي اسمه ايه؟ الحجم الجاري. طيب تعالوا بقى ننتقل لنقطه جديده، وهي كيف نضبط عمليه التنفس. قال لي في مركز في التنفس في الدماغ اسمه مركز التنفس، اضافه الى بعض المستقبلات، الاثنين بيلعبوا دور مهم جدا في ضبط عمليه التنفس. لما الانسان تزيد نسبه ثاني اكسيد الكربون في الدم بيحصل لما تزيد نسبة ثاني أكسيد الكربون في الدم بيحدث الآتي. بيحدث إن نسبة الهيدروجين بتزيد، وبناء عليه بعد ما الهيدروجين يزيد الأس الهيدروجيني البي اتش بيقل، فتصل إشارة للدماغ إنه يسرع من معدل التنفس. المستقبلات بتوصل هذه الاشارات، بتقول يا والله ده حجم الاكسجين زاد او حجم ثاني اكسيد الكربون زاد، على طول الدماغ يشتغل، مركز التنفس الموجود في الدماغ يشتغل. بيعمل ايه؟ لما ثاني اكسيد الكربون يزيد بيذوب طبعا في الميه وتزيد نسبه الهيدروجين، فيقوم البي اتش يقل. لما البي اتش يقل يقوم على طول تصل اشاره للدماغ انه لابد انه يسرع من معدل الايه؟ التنفس. ولذلك بيعمل مركز التنفس والمستقبلات على ضبط عمليه الايه؟ التنفس. اهو ده الجهاز التنفسي قدامي اهوت، دي عضله الحجاب الحاجز، وعمليه التنفس بيتم ضبطها من خلال مركز التنفس والمستقبلات. اخر نقطه معانا بقى في هذا الدرس، وهي اللي بنتكلم فيها على التبادل الغازي في الرئتين. احنا عندنا التبادل الغازي بيحدث بخاصيه اسمها خاصيه الانتشار يا شباب. بين الحويصلات الهوائيه والدم، بين الحويصلات الهوائيه والدم بيكون نسبه الاكسجين في الحويصلات اعلى منها في الدم، فيتحرك الاكسجين من الحويصلات الى الايه؟ الى الدم. طب وبيكون نسبه ثاني اكسيد الكربون في الدم اعلى من الحويصلات، فيتحرك من الحويصلات الى من الدم الى الحويصلات برضه بالايه؟ بالانتشار. نشوفها كده مع بعضها. الازرق ده الاكسجين ماشي، والخلايا اللي ماشيه دي الدم، ودي الايه؟ الحويصلات الهوائيه، الخليه بتاع الحويصلات الهوائيه. فبيطلع الاكسجين اللي هو الازرق، الاكسجين اهو السهم الازرق يروح للدم. ليه؟ لان نسبته عاليه في الحويصلات. بينما ثاني اكسيد الكربون اللي مع الدم اللي هو الاصفر ده، السهم الاصفر اهو، بيدخل للحويصلات الهوائيه لان نسبته ايه؟ اعلى. ده الخاصيه دي بالانتشار. يعني ايه الانتشار اللي درسناه قبل كده؟ تحرك الماده من منطقه ذات تركيز عالي الى منطقه ذات تركيز منخفض. طيب بعد كده الدم ده بيوصله لمين؟ للخلايا بواسطه ايه؟ عندنا في الهيموجلوبين ياخد الاكسجين ويشيله ويوصله للخلايا، بيتحد مع الهيموجلوبين ويتكون مركب اسمه اكسوهيموجلوبين، يوصل عند الخلايا يحصل بقى تبادل الغازات مع الخلايا. هنا دي الخليه وده الدم. هنا اللي بيخرج من الخلايا، خلي بالك الازرق ده الاكسجين بيروح من الدم للخلايا. ليه؟ لان نسبته اعلى في الدم فبيوصل للخلايا. بينما يخرج من الخلايا ثاني اكسيد الكربون. ليه؟ لان نسبته في الخلايا اعلى من ايه؟ من الدم. يبقى هنا عند الخلايا التبادل الغازي بين الدم والخلايا، الاخضر الازرق ده الاكسجين يدخل، بينما يخرج الاصفر ده السهم الاصفر ثاني اكسيد الكربون من الخلايا الى
الدم، وبذلك تتم عملية تبادل الغازات سواء كان في التنفس الخلوي الخارجي أو في التنفس الداخلي. التنفس الخارجي اللي قلنا قبل كده بين مين ومين؟ أهو اللي على اليمين، بين الحويصلات الهوائية والدم. والتنفس الداخلي اللي بين الدم وخلايا الجسم. وعارفين ان الاكسجين دلوقتي بيرتبط بالهيموجلوبين اللي بيكون اكسي هيموجلوبين بيوصله للخلايا وبتفكك بسهوله بعد ذلك الى الاكسجين والهيموجلوبين. وبهذا نكون قد وصلنا الى نهايه هذا الدرس. نشكركم على حسن الاستماع وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.